الآن نتائج البكالوريا السورية 2022 بالاسم ورقم الاكتتاب عبر وزارة التربية السورية mu.gov.sy. أعلنت وزارة التربية السورية عن ظهور نتائج البكالوريا السورية 2022 علمي وأدبي برقم الاكتتاب والاسم عموم المحافظة، حيث انتهت أعمال الكنترول من التصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات، وعلى الفور تم حسم الكشوف النهائية لنتائج الطلاب في الثانوية السورية، حيث يبحث طلاب وطالبات البكالوريا في سوريا عن رابط بوابة النتائج الامتحانية والذي من خلاله يتم رفع ملف. نتائج الطلاب في سوريا. ولقد أفاد وزير التعليم أن نسب نجاح الطلاب افضل كثيرا من العام الماضي، وذلك نظرا لمؤشرات عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية. سوف يتم نشر نسب نجاح البكالوريا وأسماء الطلاب الأوائل. تستمر عمليات البحث عن نتيجة البكالوريا 2022 سوريا، وذلك لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن نتائج البكالوريا سوريا 2022 سوف تعلن رسميا قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، حتى يتمكن الطلاب والطالبات الاستمتاع الإجازة دون قلب وتوتر. ومن خلال موقع البيان نيوز سوف ننشر لكم العديد من الروابط التي من خلالها يمكن التعرف على النتيجة، وأيضا من خلال تطبيق نتائج بكالوريا سوريا. رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 سوريا. لقد أفرجت وزارة التربية السورية عن نتائج البكالوريا 2022 في سوريا عموم المدن والمحافظات، والتي تشتمل على السويداء وحمص وحلب ودمشق وادلب وريف دمشق دير الزور والحسكة، وقد ننشر بعض الخطوات التي من خلالها يمكن التعرف على النتيجة. الدخول عبر بوابة النتائج الامتحانية أو تحميل تطبيق نتائج البكالوريا سوريا. كتابة كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الاكتتاب والمحافظة. النقر على عرض النتيجة.